السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي والفصل الدراسي الثاني في مادة اللغة العربية والوحدة الثانية اسمها هوايات ومهارات. هوايات مفردة هواية، والهواية هو الشيء الذي يحبه الإنسان، ومهارات مفردها مهارة وهو الشيء الذي يتقنه الإنسان ويجيده. يبقى احنا كده عرفنا معنى كلمة هواية ومعنى كلمة مهارة. درسنا النهاردة اسمه دعوة للحب والتواصل، أي دعوة وطلب لكي نحب بعضنا البعض وأن نتواصل مع بعضنا البعض. الدرس ده درس حديث، والحديث يا جماعة يعني نصوص، والنصوص يا إما يكون حديث يا إما قرآن كريم يا إما شعر. فالشعر هو اللي قاله الشاعر، والقرآن الكريم اللي بيقوله كلام الله عز وجل، والحديث هو اللي بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف كده مع بعض الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. نقول الحديث مرة ثانية: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. هنا شايفين عن أنس بن مالك. مين هو أنس بن مالك ده؟ أنس بن مالك هو راوي الحديث. ويعني إيه راوي الحديث؟ راوي الحديث هو الذي نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعه منه ونقله إلينا. يبقى هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لك: من راوي الحديث؟ أنس بن مالك. والذي قاله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف كده قال لك إيه: لا تباغضوا، لا تباغضوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بأداة لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. هنا بدأ بالحديث بلا، ولا دي أداة نهي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهانا. هنا بيقول لك لا تباغضوا، بدأ بأداة نهي، يعني أسلوب نهي بينهانا. تعالوا بقى نشوف إيه هي المعاني اللي في الحديث اللي هتساعدنا إن احنا نشرح الحديث. قال لك: لا تباغضوا معناها لا يكره أحدكم غير، والبغض هو شدة الكراهية وعكسها تحبه. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بينهانا عن الكراهية، أو بينهانا عن البغض. وإحنا قلنا البغض معناه شدة الكراهية، تمام. قال لك: ولا تحاسدوا. هنا بيقول لك ولا تحاسدوا، أي لا يحسد أحدكم أحدا. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، يعني الشيء عند حد انت بتتمنى ان هو يزول، بتحسده على الشيء ده. في حاجة اسمها اعرفوا الحتة دي، في حاجة اسمها الحسد والغبطة. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. وما الغبطة؟ الغبطة هو تمني الشيء دون زواله. يبقى تاني، نعيد تاني، ما الحسد؟ تمني زوال نعمة عن غيره. والغبطة معناها هي تمني نعمة الغير دون زواله، دون زوالها. يبقى احنا كده عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث بنهي، بيحذرنا، بينهانا عن اول حاجة عن البغض وهو شدة الكراهية، وبينهانا عن الحسد. والحسد احنا عرفنا هو تمني زوال نعمة الغير. يلا كده نكمل. قال لك: ولا تدابروا. معنى لا تدابروا اي لا يعرض أحدكم عن أخيه. لا تدابروا أي لا يعرض. يعرض يعني يضير وشه، إن هو يمتنع بوجهه عن أخيه. حلو. قال لك: ولا تقاطعوا. لا تقاطع أي لا يقاطع أحدكم أحدا، وعكسها تواصلوا. يعني تقاطع، التقاطع هو عدم التواصل، الخصام، تمام، إن أنت تقاطع شخص وعكسها إن أنت تواصله. يبقى تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا وكان بيحذرنا في هذا الحديث عن عدة أشياء. أول حاجة بينهانا عن البغض وهو شدة الكراهية.
تاني حاجة عن الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير. عن تالت حاجة تدابره وهي أن يعرض الشخص عن أخيه. يبقى بينهانا عن التدابر. وبينهانا عن التقاطع أي الخصام. يبقى هنا الرسول بينهانا، هيجي لك سؤال في الامتحان مما يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من التباغض، يحذرنا من الحسد، يحذرنا من التدابر اللي هو الإعراض بالوجه عن الناس، ويحذرنا من التقاطع وهو عدم التواصل. يلا كده نكمل. قال لك ايه؟ وكونوا عباد الله إخوانا. معنى كلمة عباد الله يعني خلق الله. هنا إخوانا، إخوانا يعني إيه؟ اللي هم أصدقاء أو متحبين. قال لك وكونوا، كونوا هنا بقى ننتقل إلى أسلوب آخر، يبقى أسلوب أمر. يبقى أسلوب أمر. يبقى هنا كونوا عباد الله أسلوب أمر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمرنا، يأمرنا بأن نكون عباد الله إخوانا، يعني بأن نكون خلق الله متحبين ومتعاونين. هنا بيقول لك كإيه؟ كأخوة النسب. يعني مثلا الأخ وأخوه اللي من الأب والأم، هنا نفس النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا إن إحنا نكون إخوة متحبين كأخوة النسب، زي ما بتيجي تقول لشخص أنت أو أنت أخي في الدين أو أخي في الإسلام، يعني أنت أخويا. تمام، يبقى إحنا كده عرفنا خلاص، شفنا إن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاب أساليب عدة في هذا الحديث. أول الأساليب خلاص إحنا عرفناها، اللي هي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. أساليب نهي. وكونوا أسلوب أمر. يبقى هيجي لك السؤال في الامتحان يقول لك إيه؟ بما أو بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، أمرهم بإيه؟ أن يكونوا عباد الله إخوانا متحابين متعاونين حتى ينتشر المودة والمحبة في المجتمع. يبقى أمرهم بأن يكونوا إخوة ومتحبين ومتعاونين. تعالوا كده نكمل مع بعض. قال لك ولا يحل، ولا يحل لمسلم يعني لا يجوز ولا يصير حلالا ولا يعني لا ينفع لمسلم أن يهجر أخاه. يهجر يعني يترك، يهجر معناها يترك، يهجر معناها يترك، أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بيقول لك أن يهجر أخاه يعني يترك أخاه فوق ثلاث. يبقى هنا لا يحل لمسلم، لا يصير حلالا أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. يعني إيه معنى الكلام ده؟ إن هنا الإنسان المسلم ما ينفعش إن هو يترك أخاه فوق ثلاث ليالي. ثلاث ليالي يعني إحنا يعني بنتكلم في أربع أيام أو ثلاث أيام بلياليهم، فإحنا هنلاقي إن هم أربع أيام. هنا بيقول لك لا يحل لمسلم، لا يصير حلالا أن يترك المسلم أخاه ويخاصمه ويقاطعه فوق ثلاث ليالي. فوق ثلاث، فوق معناها إيه؟ أكثر، معنى فوق أكثر من ثلاث ليالي. يبقى هيجي سؤال في الامتحان يقول لك ما المدة التي لا يجوز فيها المسلم أن يقاطع أخاه المسلم؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليالي. تعالوا كده نكمل مع بعض. هنا بيقول لك لا يحل، يبقى احنا كده تعالوا كده نشوف المعاني. لا يحل معناها لا يحق أو لا يصير حلالا. أن يهجر، معنى يهجر يترك، يترك أخاه. فوق معناها أكثر، أكثر من ثلاث، وثلاث يعني اللي هي ثلاث ليالي. ثلاث إيه؟ ليالي. قال لك إيه بقى؟ يلتقيان يعني يتقابلان، فيعرض هذا ويعرض هذا. يعرض يعني يمتنع، ويعرض هذا يعني يمتنع. يعني مثلا بيقول لك ان هذا الشخص يتقابل مع اخيه المسلم وان هم بيكونوا زعلانين مع بعض، فهنا يعرض هذا، يمتنع هذا الشخص ويمتنع هذا الشخص. تمام، يبقى احنا كده عرفنا لا يحل. شايفين الله المراد دي؟ لا دي اسلوبنا فيه، لا يحل، لا يجوز ولا يصير حلال. يبقى لا يحل أسلوب نفي، لا يحل أسلوب نفي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين كثير من الأساليب. أول هذه الأساليب أساليب نهي زي ما احنا شفنا. تاني هذه الأساليب اللي هو كونوا أسلوب أمر، ولا يحل أسلوب نفي. يلا كده
خلاص احنا عرفنا، قال لك ايه؟ يلتقيان يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما، خيرهما معناها افضلهما او احسنهما، من يبدا بالسلام. يعني مثلا اتنين متخاصمين مع بعض، افضل هذين الصديق هذين الصديقين هو الذي يبدا بالسلام، هو الذي يبدا بالتحيه الاول، هو الذي سيجازي الله سبحانه وتعالى. يبقى تعالوا كده نشوف الاسئله مع بعض. عما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ عن التباغض وعن الحسد وعن التضابر وعن التقاطع. وامر وبما امر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس؟ امرهم بان يكونوا اخوه ومتحابين. وما المده التي نهى او التي لا يجوز فيها المسلم ان يهجر اخاه المسلم؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليالي. هنا بيقول لك تعالوا كده نشوف، بيقول لك ومن افضل المتخاصمين؟ افضل المتخاصمين هو الذي يبدا بالسلام. كده خلاص عرفنا المعاني وعرفنا شرحها ايه هذا الحديث. تعالوا كده ناكد على الشرح في الحديث الشريف: دعوه للحب والتواصل وترك الخلافات كي يتمكن الانسان من انجاز اعماله وممارسه الهوايات في جو من الالفه ويعيش المجتمع في امن وسلام. الوحده بتاعتنا كانت اسمها هوايات ومهارات زي ما احنا قلنا، والدرس بتاعنا اسمه دعوه للحب والتواصل. فايه العلاقه يا مستر؟ ان حضرتك لما يكون في دعوه للحب ويكون الاصدقاء متحابين زي ما احنا شايفين في الصوره، الاصدقاء هيمارسوا الهوايات بسهوله، هيمارسوا الاعمال بسهوله، هيكون في حب. لكن لما يكونوا متخاصمين وفي كراهيه مش هيعرفوا يمارسوا الهوايات ويعيش المجتمع في امن وسلام. نكمل كده مع بعض. فقد بدأ الحديث بنهي عن الكراهية والحسد والمقاطعة والهجر بين أبناء الأمة، فلا ينبغي أن تسود روح الكراهية بين الناس، ولا ينبغي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، وهي إيه؟ الحسد. يبقى خلاص زي ما احنا عرفنا نهى عن الكراهية اللي هو البغض والحسد والمقاطعة والهجر، وعرفنا ان هو نهى عن الحسد اللي هو تمني الانسان زوال النعمه عند الغير. وينهانا الرسول عن الاعراض والبعد عن الناس. لماذا؟ لان ذلك يؤدي الى الكراهيه. كما ينهانا ايضا عن مقاطعه الاخرين، لان ذلك يؤدي الى ايه؟ الفرقه والتفكك. ولا يباح للانسان المسلم ان يخاصم اخاه ويقاطعه فوق ثلاث ليالي. لماذا؟ لأن ذلك الخصام سوف يؤدي إلى ضعف المجتمع وعدم إيه؟ تقدمه. يبقى هنا الإنسان المسلم لا يباح ولا يصير له أن يخاصم أخاه فوق ثلاث ليالي، لأن الخصام يؤدي إلى ضعف المجتمع وعدم تقدمه. ننتقل إلى معاني الكلمات. لا تباغضوا معناها لا يكره أحدكم غيره. لا تحاسدوا معناها لا تتمنوا زوال النعمة من الغير. لا تضابروا أي لا يعرض أحدكم عن أخيه، أي لا تضابروا أي لا يعرض أحدكم عن أخيه. لا يحل، لا يجوز ولا يصير حلالا ولا يحق. يبقى نقول تاني المعاني. لا تباغضوا، لا يكره أحدكم غير. لا تحاسدوا، لا تتمنوا زوال النعمة من الغير. لا تضابروا، لا يعرض أحدكم عن أخيه. لا يحل، لا يجوز ولا يصير حلالا ولا يحق. يهجر معناها يترك أخاه دون تواصل. فوق ثلاث، المراد أكثر من ثلاث ليالي. يعرض معناها يبعد وجهه عنه. خيرهما معناها أحسنهما وأفضلهما. السلام معناها الصلح والتحية. تاني نأكد تاني عن المعاني. يهجر، يترك أخاه دون اتصال. فوق ثلاث، أكثر من ثلاث ليالي. يعرض، يبعد وجهه عنه. خيرهما، أحسنهما وأفضلهما. السلام، الصلح والتحية. ننتقل إلى مواطن الجمال. زي مواطن الجمال ما عرفنا اللي هي مجموعة من الأساليب ومجموعة من التعابير، وزي ما احنا تعابير جميل أو أسلوب أو تضاد أو ترادف. ونشوف كده أول حاجة: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. أخذناها في الحديث خلاص وعرفناها. فيها إيه؟ أساليب نهي للنصح والإرشاد. كونوا،
أسلوب أمر للنصح والإرشاد. إخوانا معناها أو الموطن الجمال بتاعها تعبير يوحي بالتلاحم والترابط بين أفراد المجتمع. يبقى أول ما تشوفه لا يتبع غضه، يعني هو بيقول لك بينصحك، يبقى أساليب نهي للنصح والإرشاد. كونوا أسلوب أمر للنصح والإرشاد. إخوانا تعبير يوحي بالتلاحم والترابط بين أفراد المجتمع. ثلاث قيل ثلاث ليال، وهذا بيان لأطول مدة يجوز للمسلم أن يقاطع أخاه فيها، وبعدها يأثم المسلم إذا استمر في قطيعة أخيه المسلم. يبقى احنا كده عرفنا كلمة ثلاث دي كلمة تبين أطول مدة يجوز للمسلم هي ثلاث ليالي، لكن أكثر من ثلاث ليالي يأثم المسلم ويقع في الذنب والمعصية. ننتقل إلى جزء المناقشة وأهم أسئلة هذا الدرس، ما دعوة الرسول التي دعانا إليها في الحديث الشريف؟ يدعونا إلى الحب والتواصل وترك الخلافات بين أفراد المجتمع. السؤال الثاني، ماذا يحدث إذا تركنا الخلافات والبغض والكراهية والبغضاء؟ يتمكن الإنسان من إنجاز أعماله وممارسة الهوايات في جو من الألفة والإطمئنان، ويعيش المجتمع في أمن وسلام. إلى ما يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف؟ يلا مع بعض كده، يدعونا الرسول إلى أول حاجة عدم الكراهية والحسد والمقاطعة لأحد، تاني حاجة ترك الخلافات، تالت حاجة يدعونا إلى الحب والتواصل. تاني مع بعض كده نشوف يدعونا الرسول إلى إيه في الحديث الشريف؟ عدم الكراهية والحسد والمقاطعة لأحد، ترك الخلافات، ويدعونا إلى الحب والتواصل. ننتقل إلى سؤال المتفوقين، والسؤال ده إن شاء الله حضراتكم هتجاوبوا عليه وتحضروا الإجابة في المرة القادمة. والسؤال هو، ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ برضو نشوف كده ونرجع درسنا مع بعض ونشوف أنا قلت إيه هي تعريف أو إيه هو تعريف الحسد وإيه هي تعريف الغبطة. ونتمنى لكم التوفيق في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.